السعيد مثل ما يقولون يستقي الأخبار من مصادرها. وهو شيء سعيد يسأل ليش فيروس كورونا المستجد اسمه كذي؟ لأن وايد فيروسات ينتمون إلى عائلة فيروسات الكورونا. هو أحدث نوع تم اكتشافه عشان شيء وصفوه بالمستجد. وقررت منظمة الصحة العالمية تسمية المرض الناجم عن هذا الفيروس بكوفيد 19. عائلة كورونا قد تسبب أمراض للحيوان والإنسان. والبعض منها يؤدي لأعراض مختلفة في الجهاز التنفسي عند البشر. قد تكون وايد شديدة. مثل فيروس سارس اللي ظهر عام 2003 وكانت نسبة الوفيات منه تقارب 10%. كم نسبة الوفيات من فيروس كورونا المستجد؟ حوالي 2%، وهي تقريبا 15% عند المصابين فوق سن 80، لكنها ما تتجاوز 0.2% للمصابين تحت سن 40. هل هو شديد العدوى؟ شدة العدوى منه أقل بخمس مرات من مرض الحصبة اللي هو بعد مرض فيروسي، ومدة حضانة الفيروس بين يوم و 14 يوم، ونقصد فيها المدة من الإصابة بالفيروس لين ظهور الأعراض. وذكر في حال طلب أي دعم أو استفسار طبي حول فيروس كورونا المستجد يرجى التواصل مع الجهات الصحية الحكومية على الأرقام اللي تشوفونها. عساكم دوم بصحة وسعادة.